يلا يا عليكم الشياطين، ارجعوا الى الله، ارجعوا الى الله. يا شو بدك انت؟ لا اله الا الله، ارجعوا الى الله. بس تذبح النائب العام ولا لا؟ لا تذبحوا هذا ولا هذا، اللي ذبحوا لا تدده. بدنا نفصل وبالهرابي هذا كلهم قتلهم ما سورتين، والكردي هذا اللي ما سورتين بدنا مشان نحط شهاده، كله حرام بحرام. حبيب قلبي والله اجلنا طلع اليوم على الشيخ مشان الشهر هذا، الدنيا برد. الحمد لله والامام النووي نعتوه والدعبي نعتوه، الله بنعت بركتكم، ارجعوا الى الله، ارجعوا الى الله، ارجعوا الى الله. ما بتقلبوا شيء لا انتم ولا بشار، كله خرع خرع، لا انت ولا هو. حجه ما احناش فاضيين، توكل على الله حجه، توكل على الله. لا انت ولا هو، ما في مسؤول لا لكم ولا له، بتضلوا تقطوا بعضكم مثل الحمير، مثل الدب، مثل الدبش، مثل البنات. ارجعوا الى الله، ارجعوا يا جد، ارجعوا، سنعود، ارجعوا الى الله، سنعود يا حجه سنعود. ارجعوا القبر هالقده، ما انتوش حاسبين الحساب. بين الله بين الله بالدنيا. بيقول لي تصلى استخاره، كان يصفق يسقط النظام، اساليه سقط. ما بيسقط النظام، لا الله بيرضى يسقط النظام، ولا ارضى بينجحكم ولا بينجحوا، كله شرق بعضه. قال احنا جبن وانت عور، خلي هالطابق مستور يا عرب. كبير يا حاجه والله حاجة. الرجل شلت من الممشى، عيت على عير عقبير عرعوره. الله اكبر. من الشذب عندكم كمشه، ومن الكذب مطمورة نبجورة، من القمح ما عندهم كمشة، والكذب مطمورة نبجورة. ارجعوا لله، ارجعوا ان شاء الله. عرورة بتغزل للحليب، دولتكم ملعونة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقات أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا لا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لا. فإن بغت إحداهما على الأخرى التي هي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لا. فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بي 50 مرة هو المتجوزات شيعيات، يعني مثل اللي بتجوز الدبة وبرفع ذيلها بالعودة. ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى الله. خافوا من الله، ما بدكم هالذبح ولا بدكم هالقتل. جيناكم بالذبح. اهجموا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يوم حرب الزيران الشاطرة اللي بدها تخبي ابنهم يلط من عروس ما بدناش يروحوا، اما يوم جتكم مصاري امريكا وسلاح امريكا بدكم تقتلوا بعضكم. صح. كيفوا عقتل بعض. كلامك صحيح حاجة. ارجعوا الى الله. خلاص مروحين، خلاص مروحين يا جد. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. كذلك نجزي. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قاعد ينظر كيف تعملوا. بعدين إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. ارجعوا يا جد لا الله.